فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز للمرأة، جنازة المرأة لا يدخلها من جامع أهله في تلك الليلة، فهل هذا مخصوص ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم أم العامة؟ العلماء لا، فيما أعلم لم يقل أحد منهم أنه حرام أن ينزل المرأة في قبرها من لم يجامع تلك الليلة، يعني لا أعلم أن أحد من العلماء قال إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة، لكن قالوا من بعد عاتقه بالجماع فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدخل إحدى بناته أيكم لم يقارب الليلة، فقال أبو طلحة أنا فنزل. على أن العلماء مختلفون في قوله لم يقارب، هل معناه لم يقارب إثما؟ يعني لم يتفقوا على أن المراد به الجماع، فإذا نزل الإنسان إلى قبر امرأة وهو يعرف كيف الدفن ولو كان قد جامع في تلك الليلة فلا بأس ولا حرج، لكن الأولى أن يكون الإنسان الذي ينزل في قبرها لم يجامع تلك الليلة. ثم إنه لا ينبغي أن ندعي التخصيص في حكم من الأحكام لشخص معين إلا بدليل، يعني لا يمكن أن نقول هذا من خصائص بنات الرسول إلا بدليل، بل ولا يمكن أن نقول هذا من خصائص الرسول إلا بدليل، والدليل على هذا أن الله تعالى لما أراد أن يخصص الحكم بنبيه عليه الصلاة والسلام قال خالصة لك من دون المؤمنين، وقال لما أحل له زينب بنت جحش وهي زوجة ابنه الذي كان قد تبناه وهو زيد بن حارثة، قال الله تعالى بعد أن أحله لرسوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدلت هذه الآية أن ما ثبت للرسول ثبت لمن؟ لمن؟ ثبت لغير من الأمة إلا بدليل، فلا تستعجل بالأمور في قولك هذا خاص بكذا، ما في شيء خصوصية إلا بدليل. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها، وهذا غير صحيح، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها. نعم.